انتم محظوظين في هذه اللعبة. في خلال 20 سنة الماضية صار فيها تطور لم تشهد أي رياضة من رياضاتنا اللي يمكن يصل عددها إلى 50 اتحاد وجمعية رياضية. فأخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، هذه الرياضة بمرور الأيام راح تغطي على اللعبة الشعبية الأولى في دولة الإمارات اللي هي كرة القدم. فهذه البلد فيها كثير من الشباب اللي حبوا اللعبة وحبوا العلاقة بينه وبين الخيل متميزة وقديمة، تحيون رياضة قديمة في دولة الإمارات. والحصان هو إرث إماراتي مثل ما هو إرث عربي معروف.